بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن نبغى نعرف قاعدة جدا جدا مهمة. الآن عرفنا أنه عندنا في كل نود، لما نكتب نود دوت ستايل، طيب إيش اللي يجي بعدها وكيف نتعامل معه اللي يجي هنا؟ طيب انتبه للكلام اللي أقوله. في البرمجة عند المبرمجين لما يجوا يسموا الدوال، دوال البرمجية، في ثلاثة تسميات مشهورة، طرق للتسمية. يعني افرض عندنا دالة اسمها get file content، دالة اسمها كده get file content، من عندي هذه get file content. جميل، المبرمجين كيف يسموها؟ في ثلاثة أنواع من التسميات، طبعا يسموها اللي هي ثلاثة تسميات أو ثلاثة طرق للتسميات. الطريقة الأولى يسموها سي ستايل. سي ستايل إيش يعني؟ سي ستايل يعني مبرمجين سي كانوا يكتبونها، أو طريقة مبرمجين سي في كتابة الدوال. كيف يكتبون اسم الدالة؟ مبرمجين سي يكتبون كل كلمات الدالة بحروف صغيرة. فلو أخذنا get file content حيكون شكلها زي كذا، ويحطون underscore بين كل كلمة وكلمة، get file كونتنت، كذا يسمونه. هذا يسمونه، لو سميت الدالة بالشكل ذا يعني بالستايل هذا يسمونها سي ستايل، كل كلمة صغيرة وبين كل كلمة وكلمة اندرسكور. هذا الستايل الكم؟ هذا الستايل الأول. الستايل الثاني يسمونه باسكال ستايل. باسكال ستايل، لغة باسكال، مبرمجين لغة باسكال كانوا يكتبوا الدوال كيف؟ يكتبوا كل لاصقة في بعض، وكل أول حرف أو كل كلمة أول حرف فيها كابيتال، فتكتب الدالة بالشكل ده get، هذا يسمى باسكال ستايل. شوف فايل كونتنت، شايف؟ هذا يسمى باسكال ستايل. ستايل مو ستايل الأوبجكت اللي هنا، لا، ستايل يعني طريقة الكتابة. طيب نجي للثالث. الثالث يسمى كامل ستايل. كامل اللي هو ستايل الجمل او كامل ستايل. ايش فكرة الستايل هذا؟ يقول لك اول كلمة تكتب فيه بحروف صغيرة. طيب جميل، خلينا نشوف، نكتب كلمة get صغيرة، بعدين الكلمات اللي بعدها كل حرف فيها يبدأ بكابيتال، يعني بس فقط اول كلمة get file content، يعني فقط اول كلمة هي اللي تكتب بحروف صغيرة. ليه سموه كامل ستايل؟ يعني زي سنام الجمل، شوف يطلع زي كده، زي سنام الجمل، هذه الفكرة. طب لو كانت الدالة مكونة من كلمة واحدة، يعني بس مثلا جيت اسمها، اسم الدالة جيت، هنا في السي ستايل خلاص جيت تكتب لأنه ما في غير كلمة واحدة، في الباسكال تكتب جيت، في الكامل تكتب جيت صغيرة لأن هي أول كلمة وما في غيرها. فهذه هي الفكرة. طيب ليش احنا شرحنا هذا الكلام؟ شرحنا هذا الكلام عشان اقول لك انه جافا سكريبت تستخدم هذا الستايل اللي هو كامل ستايل. تستخدم الكامل ستايل. جافا سكريبت تستخدم الكامل ستايل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.